والله يا نور ما بعرف، حكيت معه اليوم الصبح وكان عم بيخبص بالحكي، مبين شربان. وشو قال الأستاذ فادي؟ ما فهمت عليه ولا حرف. قال بده يسافر وطائق قلبه، يعني مثل ما بيحكي بالعادة، بس ما بعرف، كأنه هاي المرة شكله هيك ما بيريح. اوكي يلا باي باي برو. باي. والله صراحة أنا ما فهمت عليك شي ميرا. جوزك المحترم بس شاطر يعمل لي حياتي جحيم، مفكر هيك رح يغسل كل الماضي تبعه. ليك أنا ما إلي خلق على كل هيدا الحكي، فهمي؟ بعدين أنا بحياتي ما تدخلت بالفوتير، روحي عند أبو محمود هو مسؤول المستودع، بتخيل هو بفيدك. لحظة لحظة لحظة، قديشك مبسوطة ماريا؟ عم بفشلك خلقك؟ انبسطتي إيه؟ بس وحياة عيونك، لو ما نور مغروم فيي لهلا وغيران علي ما كان عامل هيدا كله. هاي شو بكي؟ هاي شو بكي؟ المكتب هاي ميرا بليز، في دواء هون بالجرور اعطيني. بس اي دواء فيهم في كتار؟ شو عم بيصير معك؟ ولا شيء، الحمد لله ما بني شيء. سوري لأني نقصتك وميرسي لأنك ساعدتيني. بليز ميرا خليني لحالي اعمل معروف. لا ما رح اتركك لحالك، ما رح اطلع من هون قبل ما اعرف شو عم بيصير معك. بعدين شو هالفحوصات وهالتحاليل هاي؟ انت شو هالحشرية؟ تحاليل وفحوصات عادية عادي ما في شيء. بليز اتركيني لحالي اعملي معروف ميرا. بليز ميرسي. ما رح اتركك لحالك، اصلا ما رح اطلع من هون قبل ما اعرف شو عم بيصير معك. اعطيني تليفونك خلي احكي اهلك. لا ما بتحكي مع اهلي. طب على الاقل نحكي نور. لا ولا حتى نور، انت ليه عم تدخلي بحياتي هالقد؟ عم قلك اتركيني، انا صرت منيحه وما بني شيء. انت شو عم بصير معك يا بنت؟ شو هالاسرار وهالغموض كله؟ وجع الراس، دواء، فحوصات. انا ما رح اطلع من هون لاعرف شو القصه. مريضة. اي معي سرطان والوضع منه كتير منيح، كمان الدكتور قال انه ما عندي كتير وقت. ارتحتي؟ ايه يا سيد فادي، هات لنشوف شو قصة السفر هي اللي طالع لنا فيها. لوين بدك تسافر؟ ما بعرف لسه ما قررت، بس عم فكر بيع حصتي بالشركة وسافر لي هيك شي سفرة طويلة بعد فيها عن كل شي. ايه بس بتقدر تسافر بدون ما تبيع حصتك. شوف فادي، ابي يجمع كل شغله هون وجمعنا هون مشان نضل سوا. هلا انا فهمان انه كل واحد فينا بيقدر يشتغل، بس هذا الانجاز ما بيكون مثل انجازنا كلياتنا مجتمعين. هي ما بدها اثنين يحكوا فيها. الفلوس المفرطعه ما بتجيب همها. هلا بابا مات الله يرحمه وعاش العيشه اللي بده اياها وعلى 24 عمل كل شيء بده اياه. نحن ما في حدا مننا مضطر يكمل مسيرته، انا هيك رايي يعني. لك ايه بس ترك لنا اساس منيح نمشي عليه. تحكي عنه وكأنك عم تحكي عن ولي. نور هلا بالنهاية كل واحد حر شو بده يعمل بحياته، صح؟ صح صح. شوف فادي، أنت مشكلتك لهلا نحكي الصراحة ولا تتضايق ماريا. شو بدك تعرفي أكثر؟ طب احكي لي، انا ما عم صدق انك ما جبتي سيره لحدا. ما بدي حد اني عليه،
شو بدي اقول لهم يعني؟ بقول لاهلي كرمال الجنه ولا بقول لنور تحرق له قلبه؟ ما بدي اعيش الفتره اللي باقيه من حياتي وكل اللي حواليه زعلانين وعم يودعوني كثير صعب. بس انت ما فيكي تعملي هيدا الشيء كله لحالك. ما بدي اللي حواليه يكونوا منيح معي ميرا لانهم شفقانين علي. لك انت شو عم تحكي؟ معقوله؟ طب على الاقل قولي له لنور. ولا حدا. بليز ميرا يمكن هيدا الشيء الوحيد اللي حيكون بيناتنا سر. بليز ما تقولي لحدا. في امنك عم اوضحها.